ومشاهدين اليوم نريد نحكي بموضوع مهم جدا بالنسبة للنساء وطريقة طبية نتناولها من جميع جوانبها واللي هي إزالة الشعر بالليزر. شنو أضراره وشنو فوائده؟ وإذا بأضرار بالبداية هل ممكن تكون الأعراض على المستقبل البعيد؟ وشلون نقدر نتجنب كل هاي المخاطر؟ يمكن تكون طريقة إزالة الشعر بالليزر سهلة وبسيطة، وبالتالي هاي العملية تساعد على بطء نمو الشعر بمختلف مناطق الجسم. هذا الموضوع رح نفتح بباب الحوار من خلال ضيفتنا أخصائية التجميل نور ماجد. يسعد صباحك، نورتينا. يسعد صباحك، يا هلا بيك. بالبداية شنو هي الإجراءات اللي لازم نتخذها أثناء ما احنا نسوي ليزر أو احنا نقرر راح نسوي ليزر؟ نبلش في البداية، احنا لما نقرر نسوي ليزر لازم اول شيء نعرف لون البشرة مالتنا ونوع الشعراية مالتنا كذلك، عفوا يعني لون البشرة ولون الشعر، لانه معظم اجهزة الليزر هي تعتمد على الصبغة مال الميلانين اللي موجودة بالشعرة، الجهاز الليزر يقدر يلتقطها وبهالطريقة يبدي يحرقها، حسب انه اكو انواع من الاجهزة تشتغل مباشرة على البويصلة، اكو انواع من الاجهزة تشتغل على الشعرة مباشرة. لذلك اول خطوة لازم نبني من تقرر تسوي ليزر مو انه تسأل مثلا على سعر الليزر او على العروض الموجودة او صديقتها، لا، لازم تستشير أخصائية ليزر تشوف نوع الشعرة مالتها، نوع البشرة مالتها، وعلى أساسها تقرر الجهاز. أكو أجهزة للبشرة البيضة اللي يكون شعرهم مثلا أصفر أو وبري، أكو أجهزة اللي بشرتها بيضة وشعرها أسود، كذلك أكو أجهزة لأنواع البشرة السمراء والحنطية. اختيار الليزر يبدو أنه يكون موضوع جدا سهل، بالحقيقة هو من أكثر المشاكل اللي نواجهها كمراكز تجميل. السبب نتيجة الحروق، التكثيف اللي يصير للشعر الموجود والشعر الغير محفز ايضا نتيجه اختيار الجهاز الغلط والدرجات الغلط. نعم. طيب دكتور، احكي لنا اكثر عن فوائد الليزر واضراره بنفس الوقت. فوائد الليزر هي جدا جميله، لانه انت راح تخلصين من عمليه ازاله الشعر اللي هي تطلع كل شهر تقريبا. لازم كل بنيه تعرف انه عدد جلسات الليزر هي بين 4 إلى 6 جلسات. ماكو شيء اسمه 30 او 4 سنين 5 سنين انا بدي اسوي ليزر. المصرح به من هيئة الصحة والغذاء الأمريكية، وكذلك معظم هيئة الصحة والغذاء بمعظم الدول الأوروبية، جلسات إزالة الليزر هي 4 إلى 6. أكفى شيء اسمه الإدامة اللي هي تكون أما نصف سنوية أو تكون سنوية، اللي تعتمد على الهرمونات، يجوز صار حامل وجابة المرأة، اختلاف بالدورة، هاي السوالف ممكن تؤدي إلى أنه نمو الشعر بالجديد. على الأقل الإدامة لازم تكون 6 شهور بعد 4 إلى 6 جلسات. ما كفت شيء اسمه 20-30 ليزر، 3 سنين أنا أسوي ليزر، هذا الشيء غير صحي، غير صحيح، يؤدي لأمراض السرطانية وكذلك تصبغات بالبشرة اللي يمكن يعني ما ممكن علاجها. إزالته جدا سهلة إذا اختارينا شنو الدرجات الصحيحة، نوع الجهاز الصح، وكذلك البنية اللي تشتغل على الليزر. نعم. هي أهم خطوة بهاي العملية كلها، لأنه الجسم الواحد مثل ما قلنا يحتاج إلى ليزر، جهاز خاص من الليزر يرهم إليك. بس الجسم الواحد همينه زينه هو مو نفس الدرجات. يعني الدرجات اللي تستخدمها بنت الليزر للايد هي مو نفسها للرجل، مو نفسها للبكيني، مو نفسها للاندر ارم. لازم خلال الجلسه ايضا اكو تغيير بالدرجات حسب لون المنطقه اللي انت عندك. مثلا هسه احنا الصيف ممكن تكون ايدنا ورجلنا بها نوع من الاسمرار بس باقي الجسم ابيض، هل من الصح احنا نستخدم نفس الدرجه لكل اجزاء الجسم وهي مختلفه درجات اللون مالته؟ بالتاكيد لا، راح يؤدي الى الحروق والتصبغات. الأضرار مالته أولاً الحروق إذا كانت درجات جداً عالية، متوالي من البنية، متوالي من الشعراية الموجودة عندها راح يصير عندها حروق، حروق متعالج تتحول إلى صبغات، صعب جداً 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 إزالتها. اثنين، تحفيز الشعر، بعض أنواع الأجهزة ما ترهم لبعض البنات أو ما ترهم الشعر الوبري أو الخفيف، لذلك يقولوا لها إعادة سوي اللي راح يصير تحفيز، والصعب الشعر اللي يتحفز صعب إنه إحنا نزيله يعني قد 10 مرات من شعري اللي موجود عندنا اصلا. وفعلا حنروح 10 و15 جلسه حتى نزيله اذا انزال. فهواي بنات يجون يقولون مثلا دكتوره سويت 5-6 جلسات لوجهي وصار عندي لحيه مثل ما الرجال، لان يعني شعر كان وبري، نوع الجهاز غلط، الدرجات اللي مستخدميها غلط، فادى الى نتيجه عكسيه. نعم. طيب اليوم لون البشره قلتي كل واحده لها جهاز معين. نعم. اذا واحده يعني استخدمت لبشرتها مو نفس الجهاز اللي يناسبها ممكن حروق يعني وتحفيز الشعر
اللي موجود، وكذلك اكو بويصلات شعر، احنا جسمنا ببويصلات فعاله وغير فعاله، راح يؤدي الى تفعيل بويصلات الغير فعاله للشعره ايضا، مو فقط للشعر الموجود. نعم، طيب ايضا دكتوره اكو هوايه من البنات انه ما يسوون ما يستخدمون الليزر لانه يخافون من انه يسبب سرطان للجلد، هل هذا الشيء صحيح؟ أبداً. واذا يعني يسبب هذا الشيء شلون نقدر نتغاضى؟ عفوا، الليزر هو جهاز امن 100%. أوكي. لأنه هو يستهدف الشعراية وبويصلة الشعراية حسب نوع الجهاز. أوكي. يعني الليزر قديم، مو سنة وسنتين، صار سنين. فالبحوث اللي انجرت عليه، التحديثات اللي صارت عليه، هو آمن بنسبة 100%. بس نرجع نقول شنو نختار جهاز صح، نختار درجات صحيحة. طبعا بالنسبة للحروق اللي هي الأهم، أو الخطوة أو القرار الأهم اللي إحنا مريد نسوي ليزر، نفكر بالحروق طبعا، لأنه هواية بنات تعرضوا لحروق يعني بالجسم، يعني ممكن البنات اللي نسوي الليزر مع الأسف بالضبط الجسم ممكن سهلة، بس الوجه هي الأصعب، لأنه يعني ماكو طريقة ثانية أنه إحنا نعالج بيها. لذلك أنا دائما أنصح كل البنات أنه تختارون، يعني أكو شيء اسمه جوجل، أكو أجهزة ليزر حديثة. العروض بالليزر ابدا ما انصح بها اني، لانه شوفي كل جهاز يجي بلمبه مال ليزر، اللمبه المسؤوله عن ان تعطي درجات خلال العمليه خلال الجلسه. تمام، من تكون الدرجات صحيحه بطريقه صحيحه بمده كافيه، اللمبه كلش كلش اسعارها غاليه، توصل الاف الدولارات. هذا ايش راح يستهلك؟ راح يستهلك جزء من اللمبه، فهذا راح يصير كوست عالي على الجهاز وعلى السنتر. فأسعار الليزر البسيطة شنو معناتها؟ معادلة بسيطة جدا، درجات غير صحيحة قليلة، أقل من درجات المطلوبة. هاي بها نقطتين، النقطة الأولى أن اللمبة بدل ما تكفي لي مثلا 100 مريض أو 200 مريض، حتكفي لي فات 500 مريض من إحنا نقلل الدرجات، فبالنهاية أكو استفادة مادية. شغلة ثانية، أنت من تسوين بالدرجات الصحيحة للزبونة بالطاقة العالية اللي هي تستحقها، حتخلصين جلساتها بأربع جلسات. وممكن انه 3 اشهر تسوي لها جلسه، 3 اشهر الثانيه جلسه، وتروح الزبونه سنه. فالفائده اللي راح تحصليها تعتبر ماديا قليله. فمن يقللون الدرجات ايش راح يسوون؟ راح يخلون الزبونه تجي اكثر، بدل ما تدفع 4 جلسات تدفع 10 جلسات او 12 جلسه، وسعر الجلسه ممكن يكون 100 دولار بهاي الحاله. تمام، فانت حتدفعين 1200 دولار، بينما جزء اكو سنتر ثاني دا يشتغل درجات صحيحه بطاقه صحيحه باللي انت تستحقي باربع جلسات، وسعر الجلسه يكون 150 او 180 دولار، نضربيها في اربعه، اولا انت ربحانه، مقلله جسمك العدد ضربات اقل من اشعه الليزر، مبتعده عن الحروق، وباقيه على الادامه السنويه. فدائما اني انصح العروض، معناه يعني مو كل، يعني اقدرها ما اقدر اعمم، بعض العروض ممكن تكون مفيده او شيء، لكن الاسعار الرخيصه للليزر تعني درجات غير صحيحه. واللي بده يزعل علي خليه يزعل. نعم، طيب دكتوره، همين اغلبيه يعني المراجعين يمكن يخافون من ممكن الامراض اللي تنتقل او التهابات من الجهاز، هنا شلون يصير هذا الشيء؟ يعني هل إنه لازم هو ينظفوه، او اكو جهاز مثلا او عدسه لكل مريضه خاصه بها، او كلش شلون؟ اشكرك على هذا السؤال، اني هذا السؤال جدا مهم. الليزر أنواعها تختلف مثل ما قلت. مثلا نحكي على جهاز الكوتيرا الأمريكي، العدسة مادة تجي من الياقوت. هاي خلال 4 ثواني بسبب درجة الحرارة الباردة جدا، كل 4 ثواني تتعقم العدسة ذاتيا. بعض أنواع أجهزة الليزر ما تتعقم العدسة ذاتيا، لذلك نحتاج إلى مناديل خاصة، لأنه من يستخدمون الكحول العدسة حتحترق والليزر ما حيشتغل. فلذلك أكو مناديل خاصة لتعقيم عدسات الليزر. هاي المناديل جدا مكلفه، واكيد ممكن البعض يبتعد عنها. اذا احنا كل الطرق اللي انت حذرتي منها والمحاذير هي صايره ويانا وصايره باكثر المراكز. فيصير التهابات، يصير التهابات بالمناطق التناسليه، يصير فطريات، يصير عدوى. تنظيف العدسه، يعني انا عندي الامراض المنتقله من العدسه 10 مرات اهم من حروق الليزر. يعني بالنهايه الحروق ممكن نعالجها ونعالج تصبغات، لكن الامراض الانتقاليه اللي تصير عن طريق جهاز الليزر هي جدا خطره. لذلك ارجع واقول دوروا على الجهاز الحديث اللي يتعقم ذاتيا، اللي السنتر اللي مسؤول عن النظافه مهتم بالكستمرز مالته، الاول والاخير هي المصداقيه، الثقه، واختيار المكان الصحيح. صح 100%. طيب دكتوره، اكفت شيء يعني كلش مهم اللي هو الغاز اللي يخلونه بالجهاز مال الليزر. الغاز يعني هل هذا صحيح او خطا؟ ما اعرف، في حال انه بقى كميه قليله كلش من هذا الغاز واستخدمه
على الجلد ممكن يسبب تصبغات يعني إذا هي الكمية مو كافية؟ حسب الجهاز هنا. بعض أنواع الأجهزة تستخدم الغاز، الغاز بعض الأحيان هو يستخدم للتبريد فقط وليس للليزر، اللي هو احنا نسميه الزمر، اللي جهاز بيس مساعدة للليزر حتى يقوم تبريد المنطقة حتى من يسوون الليزر ما تحس. فهو الأجهزة القديمة اللي على الغاز بدأت تقل نوعا ما أو صارت كوش قليلة إنه إحنا نستخدمها. الغاز اللي هسه تشوفوه هو معظم أجهزة الليزر، الزمر هو خاص للتبريد فقط، تبريد الجسم حتى نحصل على ليزر جيد. وهي أكفد حالة معينة يعني إذا صار أو بالأحرى صار عندي تصبغات بإيدي استخدمت الجهاز، من رحت سألتهم أنه شنو هاي التصبغات، تصبغات وبقع يعني سودا مبينة، فمن سألت قالوا لي أنه الغاز قليل صح، فاللي صار بس حرارة بالضبط، صارت الدرجات صارت الدرجات قليلة درجات عفوا عالية بالنسبة للون البشرة مالتك وطبيعة الجلد مالتك، فأدت إلى حروق، هالحروق تتحول إلى تصبغات. الموضوع مو سهل، مو فترة أبداً. قليلة الحروق تروح أبداً. أبداً أشهر، ومن تروح الحروق تبقى التصبغات تحتاج إلى أشهر أيضاً للمعالجة. التان مع الأسف بعض المعاكس ما تهتم، أنت مسوية تان وجاية كلش طبيعي يسووا لك ليزر، شو يسوون؟ يخلوه على الصفر. نعم طيب على مود لا تحترقين. كل بنيه مسويه تان من اسبوعين الى شهر اي مركز قبل يسوي ليزر، فهذا الشيء جدا مو صحيح وجدا غلط، يا اما حيصير عندك حروق يا اما انت على الدرجه الصفر ما تستفادين، يعني مستحيل مستحيل اي نوع جهاز ليزر بالعالم تسويه وانت عندك تان. نعم طيب دكتوره، بعد الليزر اكو هوايه ينصحون انه يمكن حتى انه لا تسبح، لا تتعرض للشمس، لازم تحط مرطب، هل هاي الاشياء صحيحه؟ اولا لازم ما نسبح، انه احنا نسويها بعد الليزر. اول شيء احنا ما نسبح لانه المي ممكن من يصير الحراره اللي موجوده على نتيجه جهاز الليزر يؤدي ايضا الى تحسس تهيج. اكو انواع مرطبات خاصه تحتوي على ماده السيلفر والزنك تقوم بتهدئه المنطقه وكذلك تهدئه الجلد الداخلي اللي يتعرض للحراره نتيجه الليزر. التبريد ممكن بعض الاحيان يصير عندي مو حروق، احمرار ببعض المناطق لان يعني المنطقه تكون او الجلد يكون جدا حساس، ممكن نستخدم الكمادات البارده او الثلج حتى نهدئ من هاي المنطقه. ممكن نروح الى بعض انواع الكريمات مثل الميبو وغيرها اللي تستخدم بالمناطق اللي تحسيها حمراء. تمام فهاي وحده من الشغلات اللي لازم دائما اقول البنات يسووها في حال صار حروق، يعني نتيجة البشرة تكون حساسة أو نتيجة إنه إحنا عندنا صارت مشكلة بالليزر أو البنية اللي تشتغل بعض الأحيان بعض مناطق الجلد تكون حساسة، أرجع للطبيب فوراً. أرجع للطبيب فوراً قولي أنا تحسست بهاي المنطقة، يعني كل ما كان العلاج في فترة أسرع وأفضل وعلى إيد أخصائي كل ما كانت الأعراض الجانبية الناتجة من الليزر أفضل. مو دكتور للأسف إحنا صرنا من نشوف حروق أو أحمرار شديد ببشرتنا مباشرة نقول إنه يلا عادي من الليزر بالبداية أول ساعة ساعتين بعدين يهدأ، بعد ساعة ساعتين بعد يوم ننطي مجال لهذا الأحمرار وهذا الحرق نشوف النتيجة كبرت، صار أكفت قشرة اللي هي واضحة تحشير. يعني نتيجة احتراق الطبقة الخارجية من الجلد بنتيجة الدرجات العالية اللي هي موالمة للجسم مالتك، وخصوصا أكفد شيء مهم اللي هو ظهور حبوب أو ظهور حروق تحت الجلد. صحيح، يعني بكميات وبمساحات كلش كبيرة من الجسم كبيرة. هاي شلون تتعالج؟ نرجع نقول أخصائي نستخدم أنواع من الكريمات ينطوها للمريضة، كذلك بعض أنواع الدهون المخصصة للحروق حتى نعالج المنطقة. أكو أنواع من الكريمات أو السيرامات اللي تستخدم حتى تمنع أنه تصير عندنا تصبغات بعد ما تتعالج هاي الحروق. أهم شيء أنه أنتو جوجل موجود صح، يعني كل سهولة تكتبين لون بشرتك، لون الشعر اللي موجودة عندك، شنو الجهاز اللي أكثر يوالم، أدور على مكان، أروح على الريفيوات، أسأل ناس مسوين بهذا المكان. من أفوت أني أريد أسوي جلسة من حقي أسأل كم جلسة أني وش قد يحتاج لي وكلش قد اجي. انت بالنهايه دا تسوين فتشي جسمك لازم تحافظين على سلامتك اولا، الفلوس اللي انت دافعتها لازم تحصلين النتيجه اللي انت يعني مستحقه، كل فلس انت دافعته. بالنهايه البنات اغلبيتهم تعبانات، انا اعرف بنات كليات دا يجمعون مصروفهم او دا يشتغلون شغل ثاني حتى يسوون هاي العمليات، فلا عدلا ولا انصافا انهم يتعرضون للغش او يتعرضون الى الحروق او ما يحصلون النتيجه اللي هم يردوها. نعم طيب دكتور، انت ذكرتي انه الجلسات الليزر راح تكون من 4 الى 6 جلسات. طبعا اذا احنا مثلا هاي خلينا نقول
من 4 أشهر لحد 6 أشهر. هل لازم يكون يعني كل شهر المريضة تروح تسوي الليزر؟ لو تقدر مثلا إذا شهر ما قدرت إنه تروح أو صار عندها ظروف ممكن تكمل الليزر. المنطقة اللي بالبطن مثلا 6 أشهر، بالرجل 6 أسابيع، الرجل 4 أسابيع، الإيد 4 أسابيع، الظهر 6 أسابيع، البكيني والأندر آرم ممكن 4 أسابيع. إحنا شو نسوي؟ نخلي البنية أخصائية الليزر تشتغل الجهاز هي تقرر. بعض البنات بعد شهر، بعض البنات بعد 5 أسابيع، بعض البنات 6 أسابيع، وبعض البنات 8 أسابيع. تعتمد على نمو البويصلة لكل بنية. فهذا مو قانون أو شرط. إنه بعض الأحيان إذا رحتي مثلاً أنت نوع الشعراية تنمو عندك خلال 6 أسابيع، أوكي؟ البنية مال الليزر من رحتي بعد شهر حتى تشيكك وشافت إنه هي بعدها منايم، يعني ما صار عندك نمو بالشعرة وسويت لك ليزر، ما حيصير تحفيز. هي لازم تحولك إلى أسبوعين. بعد الأسبوعين ترجعين أنت تكونين مكملة 6 أسابيع هو العمر الصحيح لنمو الشعرة مالتك، حتى تنضرب بالوقت الصحيح. لأن ضرب الليزر بالوقت الغير صحيح أيضا لنمو الشعر يسبب تحفيز. فهي كلها تفاصيل مع الأسف الثقافة بها جدا محدودة. اللي مأخوذ كل شهر أروح أسوي ليزر 10 جلسات 15 جلسة، أوكي قال مدى يطلع. لا، أنت بعد ثاني وثالث جلسة المفروض النمو مال شعر ماتج 80% صار بيدفكت. بصراحة يعني قليل هيك نتيجة نشوف، لأن هواي من البنات يعني مارين يمكن ب20 وأكثر من 20 جلسة. هذا الموضوع يأذيني نفسيا. يعني نتمنى من البنات انه ياخذون بالنصيحه اللي قدمتيها ويسوون سيرش عن الاجهزه ويختاروا المركز الصح. احكوا يا اخصائيه الليزر، ارفعوا عدد الجلسات، ايش قد مسوين انتم قبل، نوع الجهاز هذا لاي بشره يوالمكم او ما يوالمكم، التعقيم اللي موجود، الغرفه اللي تتعقم حتى لا يصير عندكم انتقال امراض. شغله اخيره قبل ما نختم، الشيفينج قبل جهاز الليزر نفس الجلسة جدا غير صحي. أولا يسبب أمراض، ثانيا يسبب تحسس، يسبب حروق. الشيفينج لازم يتم قبل بيوم من جلسة الليزر. كلش كوش هواية من زباين إحنا مرجعين شخصيا مراجعتهم، لأن هم مسوين شيفينج، لأن بالنهاية رح يأذيهم ويأذي سمعة الجهاز مالتنا. الشغلة اللي خش الشيفينج داخل غرفة الليزر أيضا غير نظيف. ليش؟ إنه حتصير يعني تتبيئة لنمو البكتيريا والطفيليات، فتؤدي الى امراض. بعض الحالات فقط اكو ماكينه خاصه لبعض انواع الزباين ممكن ان نستخدمها قبل جلسه الليزر لمناطق معينه وصغيره فقط. فهاي نوع من انواع الامراض الوباء انا اعتبره، اللي هو الشيفينج قبل الجلسه داخل غرفه الليزر، والتعقيم اللي دا يصير وشون يعقم الغرفه، شلون الفتره اللي بين مريضه ومريضه ايش قد ياخذون وقت. هذا ايضا جدا مهم، اتمنى ان البنات ينتبهون عليه حتى يتخلصون من مشكله كبيره ان شاء الله. نعم طبعا انت قدمتي تفاصيل هوايه. شكرا لك، شكرا لكم، يسعد صباحكم.